السلام عليكم، مرحبا بكم الناس الجياس. كان بن الشيخ هز الشبيب زي القبائل، في رأيكم طاحت مع شباب الوداد في الدور 32 من كأس الجمهورية؟ هذه هي، احنا امامكم شباب القبائل، اسمه القرعه كيفاه، وشاهدوا رده فعل راي الشباب بالوزن. ديروا لنا لايك الفيديو، ابون في القناه، واتركوا شلول دار هذا بالضحك يضل لي يعجبوا الماتش. شاهدوا دوك اليوم في استقبال نادي اخر شبيبه القبائل التي لديها 5 كؤوس في تاريخها، وكانت ذلك في 77 86 92 94 و2011 الكاس الاخيره لشبيبه القبائل. شباب رياضي بالوزن، إذن الشباب الرياضي لبلوزداد منشط النهائي الموسم الماضي. قلت لكم سيكون الكثير من المفاجآت. بدأت ردود الفعل هنا في القاعة، وأنا متأكد أنها أيضا في المنازل والجمهور الرياضي. إذن مباراة كبيرة يصفر عليها هذا الدور 32، ومن دون شك الأخرى، يعني بسم الله ما شاء الله 13 كأس في هذه المباراة فقط. يلا سنواصل، والمباراة الرابعة من حظ شبيبة القبائل تستقبل في ميدانها، والحمد لله راهي في اول ملعب اول نوفمبر، او ملعب حسين ايت احمد، ما ادريش يكون في هذاك التم يكون تدشين الملعب. ولكن حسب رايي مباراه صعبه، ولكن شبيبة القبائل معروفه في المباريات الكبرى تكون دائما الطرف الفائز. ديروا لنا لايك على الفيديو، ابوني في القناه، واتركوا لنا تعليق. نتمنى انه القرعه ربما الكثير ما بالك ما شتاش يطيح مع شباب الوزاد، ولكن هذه هي كره القدم وهذه هي الكاس. اعطونا تعليقاتكم حول قرعه 32 وشبيبه القبائل. سلام خوتي.